كبروا وبقوا عرايس وحلاوتهم بتنافس ملكات الجمال، ونسخة طبق الأصل من نانسي وعايزين يغنوا زيها. مش هتصدق الشبه الكبير بين نانسي عجرم وبناتها وليه بعدوا عن السوشيال ميديا الفترة الأخيرة. كعادة الفنانة نانسي عجرم بتحب من وقت للتاني تشارك مع المتابعين والجمهور اللي بيحبوها صورها ويومياتها مع عيلتها، وخاصة مع بناتها الثلاثي ميلا وأيلا وليا. فبتحب نانسي من وقت للتاني تنشر لهم صور وهم بيستمتعوا بوقتهم مع بعض. فبالرغم من أن معظم الفنانين بيخافوا على أولادهم من الحسد وبيحاولوا يبعدوهم عن السوشيال ميديا، لكن نانسي بتحب الجمهور دايماً يكون بيشاركها فرحتها ببناتها التلاتة. لكن المرة دي تفاجئ الجمهور والمتابعين بالتغيير الكبير اللي حصل لبنات نانسي. فيا ترى إيه اللي حصل؟ البداية كانت مع نشر نانسي صورة ليها مع جوزها فادي وبناتها التلاتة ميلا وأيلا وليا وهم بيستمتعوا بأجازتهم في دبي. فعلقت نانسي على الصور وقالت: لأن لا شيء يتفوق على لحظات الأسرة، كل ما أفعله هو لكم. وتفاجئ المتابعين بصورة بناتها المرة دي، خاصة أنهم بقوا أنسات كبار ومش أطفال صغيرين زي ما تعودوا يشوفوهم مع نانسي دايماً في الصور. ده غير أنهم شبه نانسي جداً وملامحهم تقريباً واحدة، وده اللي خلى كتير من المتابعين يتوقعوا أن بنات نانسي هينافسوا ملكات الجمال بعد كده، ووارد جداً يحبوا يشتغلوا في التمثيل أو المودلينج بسبب ملامحهم الأجنبية. كما لفت نظرهم أن فرق السن مش باين بين نانسي وبناتها، وإن نانسي كأنها أختهم الرابعة. وقال المتابعين في تعليقاتهم على صور بنات نانسي: خافي عليهم من الحسد وبطلي تنشري صورهم، بناتك كبروا بقوا شبهك بالظبط وكأنك أختهم الرابعة. فبنت نانسي الكبيرة ميلا عندها 15 سنة، أما الثانية أيلا فعندها 13 سنة. أختهم الثالثة وأصغر واحدة فيهم ليا وعمرها 5 سنين، وبسبب حبها ودلعها لبناتها الثلاثة اتسمت نانسي بأم البنات وغنت لهم أغنيتها المعروفة يا بنات يا بنات. ولما يعرفوش كتير من الجمهور إن نانسي بتتعامل بتقليدية جداً مع بناتها، أم جديدة وحازمة معاهم جداً. فسبق وقالت في تصريحات سابقة ليها عن طريق تعاملهم معاها: بقول كتير لبناتي هسيب لكم البيت وامشي زي كل أم، وخاصة لما بيكون في ضغط كبير بالبيت، مش بس الأم المصرية هي اللي بتعمل كده، لا اللبنانية كمان. أنا أم تقليدية مع بناتي وببرق لهم لو طلبوا حاجات كتير قدام الضيوف زي أي أم بتعمل، وبجبرهم يأكلوا الأكل اللي مش بيحبوه لو ليه فايدة ليهم، ودايماً بعرف ألاقي لهم حاجاتهم الضايعة وبقول لهم زي المصريين لو قمت وجبتها لك، وبحاول دايماً أجمع بين القسوة والحوار لما بعاقبهم. لكن نانسي دايماً بتظهر مع بناتها في الصور وكأنها صاحبتهم أو أختهم الرابعة، واللي بتشارك دايماً يومياتهم في كل مناسبة خاصة بهم. فيا ترى ممكن نانسي تبطل تنشر صورهم لو بناتها طلبوا المحافظة على خصوصيتهم، خاصة بعد ما كبروا؟ هنشوف.